النفس البشرية بيقول لك عاملة زي الزرعة أو النبتة، كل ما تدي النبتة ماء وتغذيها كل ما تثمر وتزهر وتكبر. النفس البشرية الكلمة الحلوة بالنسبة لها زي المية بالنسبة للنبتة، كل ما تقول لشريك الحياة كلمة حلوة وكلمة طيبة كل ما دامت السعادة والحب بينكم. بدون الكلمة الحلوة عمرها ما تستمر الحياة. الكلام الحلو بلسم الحياة الزوجية، فالكلمات العذبة كفيلة بأن تشعل فتيل العاطفة بين الزوجين، ومن خلالها تتقد نيران الحب بينهما، خاصة إذا كانت هذه الكلمات نابعة من القلب إلى القلب. وإلى من؟ إلى شريك حياتك ونصفك الآخر الذي هو جزء لا يتجزأ من عواطفك وأحاسيسك. إن الكلمات الحلوة تطفئ نكهة الحب على حياة الزوجين، كما أنها تمنح علاقة الزوجين مزيدا من الحصانة والمتانة والتجدد العاطفي. وبتلك المشاعر الجميلة وبهذا الحب المتجدد حتما ستستمر الحياة. فديت روحك يا غلا قلبي، يا ست الكل، يا تاج راسي، يا الغالية. كلام حلو غاب كتير عن حياة أسرنا النهاردة. الكلمة الحلوة لما تستعرض حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مش بس مع زوجاته، مع كل الناس اللي حواليه. كان صلى الله عليه وسلم يمطر على الجميع كلمات حلوة. يجي للسيدة عائشة فيقول لها ويناديها بأحب الأسماء يا عائش. يجي للصحابة نفسهم، يجي على سيدنا سلمان الفارسي يقول سلمان منا آل البيت. يجي على سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول له فداك أبي وأمي يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. سبحان الله، كان يقطر لسانه كلاما حلوا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يعلم أزواجنا وزوجاتنا النهاردة الكلمة الحلوة بلسم لحياتنا الزوجية. الكلمة الحلوة بتخلي الحب يشتعل في قلب الطرف الآخر. الكلمة الحلوة تخليك سبحان الله تشعر عندما تسمعها بسعادة. كتير من الزوجات النهاردة يجي الزوج تسمع يقول لك أنا مشغول وبجيب لهم لقمة العيش ومشغول بشغلي وعملي، يعني شو عندي وقت أقول الكلام الحلو؟ صدقني يا أخي الكريم، زوجتك مش محتاجة الفلوس أكتر ما محتاجة إنها تسمع كلمة حلوة منك. شوف لما واحدة تقعد تبكي وتقول أنا زوجي من 10 سنين عمره ما قال لي كلمة حلوة. زوجي من 10 سنين ما قاليش كلمة حلوة؟ ليه؟ ده عدم تبادل الكلمات الحلوة بينا بيؤدي إلى جفاء في الحياة الزوجية. عارف الزرعة لما تنشف وتدبل قلوبكو ستقسو وحياتكو تدبل زي الزرعة ويصبها الملل، ونيجي بعد كده نوصل للانفصال والطلاق والعياذ بالله. ليه؟ لأنه مفيش مودة بين الطرفين. وتسمع حاجات عجيبة، وريت النهاردة أثناء حديثنا نقعد ولادنا وبناتنا المتزوجين ولادنا المقبلين على الزواج خليهم يسمعوا الكلام ده، مهم لبناء أسرنا وبناء بيوتنا لأنه من الواقع. تيجي تسأل النهاردة أنت بتقولش زوجتك كلام حلو ليه؟ تسمع كلام وردود عجيبة، يقول لك يا أخي أنا راجل. شو يعني هي الرجولة إنك أنت ما تطلعش كلمة حلوة لزوجتك؟ أأنت خير أم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان بيتكلم مع زوجاته بأحسن الكلام، بل إنه لما كان يسمع كلام حلو من بعض زوجاته كان يطيل معها الحديث. تقول له حفصة وأمنا عائشة رضي الله عنهما يا رسول الله إحنا بنشوفك يعني تطول كتير عند ماريا. ماريا دي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خلف منها إبراهيم، يعني لما بتطلع عندها بيتها كان في عوالي المدينة بتطول عندها 2 3 ساعات. يقول النبي إيه؟ شوف كلمة النبي، يقول يا عائشة يا حفصة إن في ألسنة أهل مصر يعني كلاما حلوا أحب أن أستمع إليه. كلامها حلو، النبي كان يحب الكلمة الحلوة.
حتى في الأسماء لما حد يسمى حد يقول له أنا سميت ابني حرب يا رسول الله، يقول له ما حرب، سميه الحسن يا علي رضي الله عنهم. سبحان الله، كلمة الحلوة والله بتشفي القلب العليل في البيت. تسمع النهاردة بعض الأزواج ليه ما بتقولش كلمة حلوة، يقول لك والله دي زعلت أمي أمس أو أختي الكبيرة أمس. طب يعني طب إحنا مالنا؟ إيه علاقة ده بده؟ قال الزوجة النهاردة يمكن أهلك اللي غلطوا فيها يا أخي، ليه تحرمها هي من كلمة الحلوة؟ ما هو خلي بالك لما أنت تحرم الزوجة من الكلام الحلو هي كمان مش هتسمعك كلام حلو. في زوجات قست قلوبهم بسبب قسوة الأزواج. أنا بتكلم مناصفة بين الطرفين صدقوني، لأن المسألة النهاردة بقت ظاهرة. غياب الكلام الحلو، بقينا النهاردة بنضحك لما بنشوف واحد يقول لزوجته فديتك يا عمري، يقول لا شو هذا الدلع ده، شو اللي بيكلمها بهي الطريقة؟ طب وانت زعلان ليه؟ انت اللي غلط، انت اللي في حياتك ما عندكش عطاء عاطفي. الراجل ده صح، الراجل اللي بيكلم مراته باسلوب راقي صح، الست اللي بتكلم جوزها يوم ما يقبل عليها تقول له امرني تاجي راسي امرني انت عايز مني ايه، مش شو بدك شو تريد. ده اسلوب ما ينفعش في الحياه الزوجيه. احنا عايزين امراه تبقى فعلا عاطفه وحنان وحب وعطاء. عايزين زوجات لما زوجها يغيب عنها يبقى نفسه يتكلم في التليفون ويسمع صوتها لانها تسمعه كلام حلو. مش اول ما ارفع سماعه التليفون سمع الخناق والزعيق وهات وجبت وليه ما جبت لنا الاغراض اليوم دي عيشه. الزوج بيطفش من البيت وصدقيني هيروح يدور بره على حد يسمعه الكلمه الحلوه لانك انت حرمتيه منها. الكلمات الحلوه والله العظيم ما بيدفع فيها فلوس، انت هتدفع بذات لما تتكلم كلمه حلوه بلسانك يا اخي. يقول سيدنا النبي هي ام ربة البيت وام العيال، بلسه مش تدفع فلوس، مش هنغرمك وناخد منك قرض ولا سلفه عشان تقول كلمه حلوه لزوجتك. وانت كمان اتمنى منك من حلقه النهارده بعد الكلام اللي هتسمعيه، مش عايز غير الكلام الطيب. بزعل من الزوجات النهارده وبناتنا، يبقى الراجل تعبان وشقيان وجايب اغراض والخادم ولا الخدامه شايله وهو شايل على صدره سبحان الله الاكياس وشايل وسبحان الله، ويفاجأ يلاقي ايه؟ يلاقي الزوجه مفيش كلمه شكرا، مفيش كلمه جزاك الله خيرا، مفيش كلمه تسلم ايديك يا ابو العيال خالص، مفيش. طبعا الكلام الحلو كتير، ولكن احلى كلام اللي احنا نسمعه من المتصلين النهارده وجمهورنا الغالي. معانا الاستاذ محمد من ابو ظبي. السلام عليكم استاذ محمد. استاذ محمد السلام عليكم. الاخت ام محمد السلام عليكم اخت محمد. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا محمد، يا مرحب في حلقه الكلام الحلو واثره على الحياه الزوجيه. يعني عندك سؤال ولا عندك مداخله وتعليق يا ام محمد؟ ايه رايك في الكلام الحلو واثره بين الزوجين في البيت؟ اكيد طبعا عندي كلام رح اتكلم فيه، بس اولا بشكرك على برنامجك الجميل اللي دائما لما بنسمعه يعني بيحثنا على الاشياء الكويسه والاشياء المفيده لكل الزوجين، لكان المراه او الرجل. الله يكرمك ست الكل. اكيد اكيد شكر كبير لك طبعا. تسلمي لي يا سيد اشرف. بس نحكي عن الكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه كان بين الزوجين، كان الزوج او الزوجه، ايوه لها دور مثل السحر. يعني ممكن ننسى كل تعبنا وكل جهدنا وكل أي مجهود تعبنا فيه بس بكلمة حلوة، بس بكلمة شكرا يا سلام. أو يعطيك العافية يا سلام. أو أي كلمة ممكن تعمل عمل يمكن لا فلوس ولا المال ولا أي شيء في الدنيا ممكن يعني يعوض هاي كلمة الشكر يا سلام، اللي بتدفعك دائما أنه تحسك على أنه تدي أكتر. أي عمل بتقوم فيه داخل بيتك برا بيتك داخل بيتك لأسرتك لعائلتك لزوجك إنك تدفعك أكتر للعطاء، أكثر تدفعك لشيء كويس ولإنك تعطي أكتر وأكتر من غير أي شيء. يعني ما حتى كلمة الشكر أحسنتي. هي اللي بتكفي إنه
تعوضك عن كل مجهود قمت فيه، حتى بتنسى كل مجهودك وكل تعبك سيد أشرف. الله عليك يا محمد، يعني الواحدة تبقى تعبانة يقول لك يعني سهرانة طول الليل تعمل له في الملفوف وتجهز له البرياني وتجهز له هريس، وفي الآخر قاعد ياكل ولا كلمة حلوة. الست تقول له أنا قاعدة سهرانة طول الليل وعشان أعمل لك اللي أنت بتحبه، يعمل لها براسه كده بس. ده طبعا بيتعبها. انه 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 هاي الواجب على المرأة او واجب على الزوج انها تقوم فيه، ما في لها انه هذا واجباتها وحقوقها داخل واجبات الزوج داخل البيت. صحيح. من غير كلمة شكر، مع انه يعني الشكر من الطرفين كان من الزوج او من الزوجة على كل مجهود بيقوم فيه، له فعل جميل جدا داخل نفسيتنا وداخل نفسية الرجل او المرأة. الله عليك. وهذا الشيء اللي ما نحكي فيه اكيد سيد اشرف، يعني تاكيد لكلامك والجميل اللي انت اتحدثت فيه انه المراه او الرجل يعني لهم دور جميل جدا في الكلمه الطيبه داخل البيت، لانها بتغير الحياه، غير الحياه ونفسيه الزوجه ونفسيه الرجل بيحب بيته ويرجع لزوجته وهي ترجع بتحب يرجع زوجها لبيتها، وبها تستمر الحياه كما يقال. اشكرك يا محمد على المداخله الجميله والكلام الحلو اللي سمعناه من حضرتك يا سيد اشرف، ودائما دائما تتحسنا بكل مجهود جميل، ربنا يخليك يسعدنا في حياتنا الزوجيه ويدفعنا للافضل دائما. اللهم شكرا تقبل لك يا رب. اللهم تقبل. اشكرك يا محمد على اتصالك. شكرا شكرا ست الكل. معانا اتصال ام سالم من ابو ظبي. طبعا مش خلونا نتكلم مع الجمهور يعني، الاتصالات ورا بعض. طيب معانا ام سالم من ابو ظبي. السلام عليكم ام سالم. وعليكم السلام. اهلا باهل العاصمه. مرحب يا ام سالم. مرحب ست الكل. احنا بنتكلم النهارده عن الكلام. بارك الله فيك بخير الله يحفظك. كلام الحلو واثره بين الناس بالذات بين الأزواج، والأولاد لما يسمعوا كده شريك الحياة بيكلم أم العيال بكلام حلو وهي تكلمه بكلام طيب، إيه رأيك يا أم سالم في الـ؟ طبعا الكلمة الطيبة هي صدقة تعتبر. الله. وهي يعني تسر السامع صدقة، حتى تألف بين القلوب وتألف بين الناس. سبحان الله. وتعكس بينهم يعني لها أثر طيب. الله أكبر. حتى يعني أن كلمة شكراً، حتى دعوة، أي شيء تحس الواحد تشحنه نفسياً، يعني أنه تدفعه تخليه إيجابي. هو عيب الرجل يدلع مراته بالكلام الحلو يا أم سالم؟ سؤال لحضرتك. الرجل لما يدلع زوجته بكلام حلو وكلام طيب، هو ده يعني عيب في نظر الناس النهاردة؟ لا، هذا من السنة، هذا من اتباع السنة، يعني قدوتنا الرسول صلى الله يعني عليه وسلم. يا سلام. الله عليه وسلم. يا سلام. يعني أبدا ما كان يعني انتقاص لشخصيته أو الله الله. يعني حتى في القرآن مكتوب أن الكلمة الطيبة مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يا سلام، توصل للقلوب يا أم سالم الكلمة الطيبة. توصل. نعم نعم نعم. فسبحان الله، يعني كلها موجود. نحن يعني القرآن الكريم عندنا نهج كامل. نعم بارك الله فيك. في اتيكيت التعامل مع الناس، في كل شيء. بارك الله يعني فيك. يعني يقولوا للناس حسنة. حضرتك يا مسالم، اعتقد اللي اتصلتي عليا قبل البرنامج تودي ان احنا ندعي لابنك اعتقد ولا؟ ايوه بالضبط. اه الله يبارك لك يا مسالم. ابنك مريض مش كده؟ الله يشفيه يا رب ان شاء الله يا رب. انا هدعي له من قلبي يا مسالم، لان الحقيقه اختنا مسالم اشكرك على اتصالك يا مسالم قبل البرنامج بقرابه نصف ساعه، قالت يعني يا ريت جمهور برنامج حضرتك يدعو لابني لانه في العنايه المركزه. اسال الله تبارك وتعالى يا ام سالم ان يشفي ولدك شفاء عاجلا لا اجلا، وان يرفع عنه البلاء، وان يرده اليكم سالما غانما. اللهم امين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. يعني مشكوره على مدخلتك رغم انشغالك بابنك المريض، مشكوره على الكلام الطيب اللي قلتيه. ربنا يطيب خاطرك بشفاء ابنك، قولوا امين يا جماعه. اللهم امين. يعني نوقف الاتصالات. مخرجنا العزيز بارك الله فيك. طيب ناخد ام يوسف من مصر. السلام عليكم ام يوسف. فصل الخط، حسدته انا الخط بتاع مصر. بارك الله فيك مخرجنا. الحقيقه الكلام الحلو احبتي الكرام كان من دأب الصحابه والصالحين، كان من دأب الانبياء والمرسلين. تصوروا يعني حتى الكلام الحلو بين الاباء والابناء. شوف كده سيدنا ابراهيم لو وقف يكلم ابوه ويدعوه الى طريق التوحيد وعباده الله بيكلمه ازاي؟ اسمع القران. قال يا ابتي لا تعبد الشيطان. لا اللي بعدها. قال يا ابتي إني جاءني من العلم ما لم يأتك. الآيات كلها بتتكلم كده، أقولها إيه؟ يا أبتي. حنان من الإبن لأبوه واحترام وتقدير، كلمة حلوة. ولذلك سبحان الله كله سلف ودين. لما كبر سيدنا إسماعيل
وابوه بيحكي له الرؤيا سيدنا ابراهيم، ها، وبيقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. رد الولد قال ايه؟ الابن البار قال ايه؟ رد بكلمه حلوه. التاريخ بيعيد نفسه، قال يا ابتي، يا الله، افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اذا ولادنا بيتعلموا مننا. طول ما البيت فيه خناق وكلام وخبط ورزع والعياذ بالله وسب وشتم بين الزوجين، العيل بيطلع كده في المدرسه. لما تيجي الاخصائيه الاجتماعيه تقول له انت بتشتم زميلك ليه؟ يقول لها ابوي بيتكلم كده في البيت، او اهلي بسمعت منهم بيقولوا الكلام ده في البيت. اذا احنا بنعلم ولادنا، بنسقيهم، اما نسقيهم الكلام الوحش واما نسقيهم الكلام الحلو الطيب. معانا تليفون الاخت ام علي من ابو ظبي، ما شاء الله العاصمه النهارده يعني واخده نصيب كبير في البرنامج. ام علي السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، كيف حالك دكتورنا؟ اهلا بيك يا ام علي، مرحبا بست الكل. منور ما شاء الله، شو المواضيع الحلوه هذه؟ ست الكل انتوا احسن وافضل، ربنا يتقبل يا ام علي. ايه رايك في موضوع الكلمه الحلوه بين الزوجين يا ام علي؟ طبعا هذا اكيد 100%، حتى انا انت ما شاء الله تتكلم بشكل عام، انا بتكلم اليوم على المستوى العملي. ايوه الحمد لله الله رازقنا بقاده، اللهم لك الحمد، في قمة التواضع. صحيح، اللهم لك الحمد، ونتعلم منهم كيف المسؤولين يكونون متواضعين مع موظفينهم. هذا الله جدا مهم اخويا، اللهم احفظهم طول اعمارهم جدا جدا. نعم. مهم طبعا. نعم، فالله يحفظهم قادتنا ما قصروا، وشيوخنا الله يطول بعمارهم. احسنت. ينحنون للصغير قبل الكبير. احسنت، علمونا، تعلمنا كثير. نعم. سبحان. نعم. الله. نعم. احسنت. لما نركز على الكلمه الطيبه. أيوة. يعني في مجال العمل. أيوة. اليوم الموظفين كل حد يمر في ظروف، وكل حد يمر في تغيرات وفي كذا، الكلمة الطيبة تساعد الشخص هذا أنه ينتج في عمله. صحيح. يبدع. صحيح، فضروري مو بنركز بس على عقاب عقاب عقاب، خلونا من العقاب، خلونا ثواب، حتى لو كان ما يسوي شيء خلونا، ما عليه، مش مشكلة، ناخذ الجانب الإيجابي منه. صحيح. أنا تعلمت على إيد قائد الله يحفظه، كان هو الدكتور أيمن النبهان الله يخليه. نعم. نعم. كان يقول لي الشخص اللي ما ينتج أنا أعطيه شهادة شكر. الله. فأنا أيامها كنت يعني بعد صغيرة، كيف تعطي شهادة شكر يا دكتور؟ كيف؟ يا سلام. قال أنا أعطي شهادة شكر، الشهادة هذه بتحمل المسؤولية أنه يشتغل. أحسنت. بيني ثاني يوم فيقول لي أنا أبغى أشتغل. يا سلام. يا سلام. سبحان الله كيف يعني المفهوم في البداية. يعني في المفهوم في البداية بتستغربه، لكن لما أنت بتعيشه وبتطبقه بتلاقي فعلا ان الكلمه الطيبه تهد جبال في الخير. وبعدين الواحد بيسعد لما بيدخل في مؤسسه ويلاقي الموظف اللي بيستقبل الجمهور اللي بيقولوا كاستمر سيرفيس، ويبقى مبتسم كده في وجوه الناس، يبقى مقبل عليهم بالكلمه حتى ان ما عمليش الخدمه. الواحد بيفرح يا ام علي، يحس انه داخل مكان محترم في ناس تدخل علينا السعاده. جزاك الله كل خير يا ام علي على اتصالك والمداخله بتاعتك الجميله. ومخرجنا معانا بيقول لي اتصال تاني، انا شكلي كده مش هتكلم في الحلقه، يبقى الجمهور بارك الله فيهم هم اللي اسروا الحلقه. معانا استاذ خالد، السلام عليكم يا استاذ خالد. السلام ورحمه الله وبركاته، كما عودتنا دائما كل جمعه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، قطره من قطرات العطر الجميله حبيبي، هي بتزين الحياه على طول. انت صديق حميم للبرنامج يا استاذ خالد، بأجواء وأريق جميل. الله يكرمك. الكلمة الطيبة حضرتك فتحت باب عايز 10 حلقات. يا سلام. تحتاج يا إلى سلام. 10 حلقات أو 20 حلقة أو حلقات طول العام. صحيح والله. النهاردة وسط وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة اللي في كل حتة في كل لحظة بتفتح. نعم. أصبحنا نجد الكلمات الغير طيبة بسرعه. كده نلقي بالكلمات ونلقي بالاتهامات ونلقي ما حدش بيفتكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا لو القينا بكلمه قد نهوى بها في قاع جهنم 70 خريفا 70 سنه كثيرا. يعني سبحان الله. نعم. يعني نعم. يعني ما حدش فاهم ان الكلمه البسيطه اللي هيقولها او يقول كلمه وحشه او 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 ممكن تعمل حاجات كتيرة، ممكن تعمل ظلام تام في حياة الناس. صحيح. الإشراقات والكلام الجميل. سن. ونعطر كلماتنا
من غير يعني من غير المبالغه حتى او التشبيهات الجماليه، نعبر كلماتنا ببساطه ان احنا قبل ما نطلع الكلمه بس نقول كلمه حلوه، لان ممكن دي تجرح تكسر زوجات كثير. بالزبط. صعب جدا ان احنا نعمله التئام، مجرد ان احنا بس نحفز الاخرين. يعني حضرتك ما شاء الله عليك فتحت باب النهارده، الله يكرمك، كلمه طيبه، باب كبير يا دكتور، باب كبير. بالعكس. يعني باب كبير. بالعكس، ده انت يا استاذ خالد النهارده اللي ذكرتنا ما شاء الله عليك يعني بآية قرآنية جميلة. جزاك الله خير أستاذ خالد على اتصالك وتواصلك، ذكرتنا بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحان الله، يعني ربنا بيقول خلي بالكم الكلام، مش بس الكلام اللي باللسان، حتى الكلام المكتوب. ومعنا اتصال من أختنا أم محمد. سلام عليكم أم محمد. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، وعليكم السلام. ست الكل، كيف حالك؟ احنا ست الكل دي على لساننا دايما لكل الطيبين اللي يكلمونا ويتصلوا على برنامجنا ما شاء الله. أهلا بيك يا محمد. يعني عندك مداخلة يا محمد عن موضوع الكلام الطيب بين الناس وبين الزوجين على وجه الخصوص؟ طبعا. أول شيء بحب أهنيك برنامجك الحلو. جزاك الله خير. وإن شاء الله بالتوفيق دائما يا دكتور أشرف. الله يكرمك يا محمد. الكلمة الحلوة نحن بمفهومنا هي الكلمة اللي بتطلع من القلب، تخرج من القلب. الله. بينطق فيها اللسان حتى يلتقطها الآذان وبتستقر بالقلب. الله. وبتسعد الناس. الله. الكلمة الحلوة مثل ما حكينا هي بتكون ضرورية بين الزوجين، لأنها سلام. هي بتقرب القلوب وبتمسح الغضب. الله. بتشعرنا بالسعادة، بتسر السامع وبيكون لها أثر طيب في نفوس الآخرين. حسنتي. كما أنه الكلمة الطيبة طبعا نحن بمجتمعاتها حاليا عم نفتقر للكلمة الحلوة. صحيح. وأحيانا نسمعها وبتنغمر عليك، يعني سيل من الكلمات الحلوة والعذبة، بس بيكون نتيجة لمصلحة، واحد بيحتاج منك مصلحة ممكن يغمرك بكلمات حلوة. فصارت الكلمة الحلوة مثل ما بتقول فقيرة أو منعدمة حاليا بوقتنا الحالي. سبحان الله. ترجع الكلمات الحلوة مثل الأول، ترجع إن شاء الله طالما في ناس طيبين زيكم وفي برامج بتوعي الناس بهذه الأمور. جزاك الله خير يا محمد. يا سلام على الجمهور، الجمهور يعني ثقافة وعلم ومعرفة ما شاء الله عليهم. والحقيقة تعالوا بقى بعد ما سمعنا اتصالات جمهورنا نذهب إلى بعض المتخصصين نسمع منهم إيه رأيهم في الكلام الحلو وأثره في الحياة وأثره بين الزوجين. تعالوا نروح نشوف رأي المتخصصين. الكلمة الحلوة يا ترى قديش إلها أثر على الطرف الآخر كلهم من الزوجين؟ الكلمة الحلوة ثبت علميا أنه الكلمة تؤثر على النفسية والكلمة تؤثر على الإنسان. كيف تؤثر؟ بقول لك حتى عملية القرآن لما بنقرأه على المي وبنشربه قديش نحن بنستفيد. شو معناها؟ معناها انه في فائدة للكلمة. طيب، الجسم الإنسان مكون من 80% منه من المي. إذا سمع الإنسان كلمة حلوة إذا أثرت على 80% من تكوينة الإنسان. إذا هذه الكلمة لو استمعناها قديش بتكون إلها أثر. أنا حأعطيكم مثال بسيط وحلو كتير كتير كتير، خلينا نتعامل فيه، خليه يكون استراتيجية بين الأزواج. شو رأيكم عندما يكون هناك حوار ما بين زوجه وزوجته؟ الزوجة تقول لزوجها مثلا أنا ما بدي روح هذا المكان وإنت حر دبر حالك. ماذا يقول هو؟ أكيد حيقول وأنا كمان مش رايح إلا على هذا المكان وغصبا عنك حتيجي معي، هذا متوقع. طيب، الكلمة الحلوة هنا انظروا كيف ستغير الموقف، كيف ستقلبه رأسا على عقب. عندما تقول الزوجة والله أنا ما بحب هذا المكان بس كرمالك أنا حروح معك، هو حيقول له لا، إذا أنت ما بتحبي هذا المكان كيف أنا لكان بدي أخذك عليه، اختاري أنت المكان اللي أنت بتحبيه. بالله عليكم، الكلمة الحلوة هنا إلها أثر ولا ما إلها أثر؟ أنا متأكدة أنه حتقلب حياة يمكن 90% من الناس بين الأزواج إذا استعملنا الكلمات الطيبة والجميلة، وربنا ييسر. ما أثر الكلمة الحلوة على شريك الحياة؟ بداية دعونا نعرف ما هو الكلام الحلو. الكلام الحلو الطيب هو نتيجة لاستحسان الطرف الآخر آخر أوصاف أو أخلاق أو طباع في شريكه. فالكلام الحلو هو بلسم الحياة الزوجية.
النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي السيدة عائشة رضي الله عنها بيا عائش، ولقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن الإنسان كلما سمع كلاما طيبا حلوا كلما كانت مناعته أقوى. ويجب عليك أيها الزوج أن تنتبه إلى نقطة في غاية الأهمية مع زوجتك. الزوجة تسمع بكلتا أذنيها، والرجل يسمع بأذنه اليسرى أكثر مما يسمع بأذنه اليمنى. وهناك حكمة تقول الرجل يحب بعينه والمرأة تحب بأذنها، فلا تبخل عليها بالكلام الحلو. لماذا؟ حتى تستمر الحياة.